إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في حلقة جديدة من حلقات الوسيط. هذه الحلقة اليوم يعني غادي نطرقوا فيها لواحد المشكل، مشكل ديال واحد الشخص اللي فقد الوالدة ديالو الله يرحمها، فقدها وكي كيجري وكيجاري على الملف ديالها الآن اللي هو باقي معلق عند واحد المؤسسة ديال الدولة في المغرب اللي هي لاكنوبس، واللي هي بالعربية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. هذه المؤسسة هذه اللي تقريبا الآن لمدة سنوات، وهذا السيد هذا كينتظر جواب، ويعني كيتلقى بأجوبة كيقولوا له في هذه الأجوبة هذه بأنه خاصك هذه الورقة هذه مثلا، أو خاصك تصيفط لنا واحد الفاكتورة، وخاص دونك يبقى تبعهم إلى أن اكتمل الملف كله، ولكن في الأخير كيتفاجئ أن الدوسي ديالو ما بقاش، مازال ما داروا فيه حتى شي حاجة. فكنستقبلوا اليوم كنستضفوا السيد عمر ياسير. السلام عليكم، مرحبا بك في برنامج الوسيط وفي قناة المواطن. بارك الله فيك. اللي كيشتغل هنا في بلجيكا في ماس، واحد المكان معروف في لويز اللي هو هاغنداس، اللي كان وجه التحية للإخوان كلهم اللي كيشتغلوا تما، واللي جات عنده الوالدة ديالو في 2010، دوزت شوية ديال السياحة إلى غير ذلك، ثم قررت أنها ترجع للمغرب، ثم جات المرة الثانية في 2012 باش تقضي العطلة، ثم اكتشفت أنها هنا في هذا المرض هذا، لقاوه هنا بأنها كان عندها مشكل ديال مرض السرطان، هذا المرض الخبيث، واللي كان يعني خدا لها واحد الحجم كبير في الصحة ديالها، وكان يعني كان تروطار، ما كانش شي حاجة اللي خصها الدار باش تداوى هاد السيدة هادي. هاد السيدة اللي كانت الوالدة ديال السياسير كانت كتشتغل في التعليم في المغرب، وكانت عندها يعني هاد الانخراط هذا، وكان عندها البطاقة ديالها أنها تستافد من لوغون بورسومون ديال لاكنوبس إلى غير ذلك. فهي يعني الأخ ياسير قام بالواجب ديالو اتجاه الوالدة ديالو، يعني جرى ويعني ودبر في المصاريف وخلص ذاك المبالغ الكبيرة اللي تقريبا أكثر من 25,000 يورو، خلصها باش يعني الوالدة ديالو ما تكرفش معاه هنايا إلى غير ذلك، رغم أنه موظف يعني خدام ما عندوش الإمكانيات الكبيرة. فدفع الملف لاكنوبس وكيتسنى باللي باش لاكنوبس ترجع له كما هو يعني مفعل في القانون، ترجع له ديك الفلوس اللي هو خسرها، ولكن لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. دابا غادي نرجع للسياسير باش هو يلخصنا بالطريقه ديالو القصه كيفاش بدات، غادي نعطي له واحد 5 دقائق انه يهضر مع المشاهدين الكرام والمستمعين ايضا على راديو المواطن، ثم غادي نرجعوا للاسئله واجوبه باش نوضحوا هذا المشكل هذا. سياسير، واش يمكن تلخص لنا المشكله من البدايه الى النهايه؟ السلام عليكم. اولا سي حسن، شكرا لاستضافه ديالكم. لا شكرا على البرنامج ديالكم. هي القصه بدات في 2012 في شهر فبراير. الوالدة ديالنا كانت الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله في هذا اليوم، امين، كانت جات تشوفنا هنا في هذه البلاد هذه المتغربة، كانت جات في العطلة ديالها، جات عندي انا هنايا، وكاين واحد الاخ ديالي حتى هو قاطن هنا بلجيكا. لسوء الحظ ومشاءة الله سبحانه وتعالى انها يعني مرضت. مشينا خديناها ديناها لوبيتال، درنا لها بعض التحاليل بعض الفحوصات، تبت ان عندها واحد الكيست
وما عرفناش حنايا داك النوعيه ديال هذاك الكاس واش انه خبيث ولا ما عرفتوش اصلا انتما واش فيها الكونسير ولا ما فيهاش. هي كانت مريضه عاديه مشات للمستشفى ولقاو ليها هذيك الساعه هذيك ما كناش عارفين شنو كاين يعني بالتحقيق. من بعد عملنا واحد ان سكانر كيسابيل لو بيت سكان. بيت سكان هذاك لو بيت سكان يعني واحد سكانر اللي ما كاينش في هذيك الساعه هذيك في المغرب ابارامون ما كاينش. احنا درنا هذاك البيت سكان هنايا شفنا مزيان لقينا باللي عندها مرض السرطان. الحاله ديالها كانت بدات كتدهور بواحد الشكل سريع بزاف والطبيب قال لنا ودي ضروري 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 نعملوا لها العمليه سينو الحاله ديالها غادي تكون سيئه للغايه. من بعد دخلناها لوبيتال وكان عندها الحرق بزاف كان كتعاني بواحد المعاناه يعني كبيره يعني ما تقدر توقف ما تقدر تنعس يعني كتوجع يعني واحد الالم يعني الواحد ما يقدرش يستحملها. من بعد دخلناها لوبيتال جلست واحد يومين في لوبيتال. نهار الثالث قالنا الطبيب ده ضروري خصنا نديروا لها العمليه. حنايا مشينا استفسرنا قالوا لنا ودي حنايا لا ميتويال ديال بلجيكا هنايا راه ما غادي تعاونكم حتى في شي حاجه يعني ضروري تخلصوا المصاريف ديال العلاج ديالها يعني كامله يعني من فحوصات عاديه حتى اخر حاجه. من بعد احنا يعني الواحد فاش كون في هذيك المرحله هذيك عندك الوالده ديالك عندك وليده وحده يعني ما غاديش تبقى تفكر كيفاش وعلاش. مشينا يعني لقينا هذيك لا سوم اللي كانوا طلبوها لنا في الاول دفعنا ليها لهم. الوالده ديالنا الله يرحمها ويوسع عليها دارت العمليه. من بعد دارت العمليه بغى الطبيب قال لنا ودي راه خصنا ندير واحد لا بيوبسي لهذاك الشيء اللي حيدناه باش نشوفوا شنو هو الطبيعه ديال لو دوغري ديال فوالا واش كاين امل واش تعالج واش ما تعالجش. المهم زدنا شويه واحد الاسبوع ولا اسبوعين الوالده ديالي ديما في لوبيتال يعني لي هوسبيتاليزي ولي فخي ديال لوسبيتاليزاسيون يعني راه نقدر نقول لك واحد 300-400-500 اورو باغ جور يعني ماشي بالادويه ديالها باللي سكانير ديالها بالتحاليل ديالها يعني كل شيء يعني داخل في داك الشيء. المهم درنا هذاك الشيء اللي طلبوا منا الطبيب درنا هذوك لا بيوبسي صدق ذاك المرض يعني خبيث بزاف يعني واحد درجه يعني كبيره. سيتي ترو تار وي سيتي ترو تار. الطبيب قال لي ودي فوالا راني نجيك صريح الوالده ديالك يعني امور سيئه للغايه يعني الواحد ما تستناش شي حاجه اللي نعم عندها واحد ليسبيرونس دو في ما بين 6 موا حتى لانو يعني شنو باقي الواحد يدير يعني تخف شويه الصحه ديالها ويعني نحاولوا كيفاش نديوها للمغرب. هذاك الشيء اللي وقع يعني احنا ما بغيناش يعني خبينا عليها يعني الحاله الصحيه ديالها الحقيقيه مش ما قلنا لهاش ديك الساعه هذيك باسكو كان يعني والعمليه الجراحيه اللي كانت خضعت لها يعني عمليه جراحيه يعني صعيبه بزاف وتم يعني استئصال بعض الاعضاء الجسم ديالها اللي كانوا ضروريين لي زانتيستان بالمعده شويه بهذه يعني بالطحال كاملين مسكينه يعني كانت تكرفصت شويه الوالده الله يرحمها ويوسع عليها بزاف في هذيك المرحله هذيك. كي خديتها انايا شخصيا للمغرب مشينا للمغرب قالنا يعني الطبيب في هذيك الساعه في المغرب حاولوا معاه شويه بلا شيميو لا حادر يعني سافا لي دي ان بتي بو مي سافا با الكيغي سولاجي فوالا صافي هذاك الشيء اللي طرا مشينا للمغرب. اونتخ تون انايا سولت قالوا لي المسائل اللي خصني نجمعهم بارابور لا كنوبس بارابور لهذه لا ميتويل ديالها في المغرب مؤسسه محمد السادس لهذه يعني حنايا جمعنا هذوك المسائل ديالنا اللي كانوا خاصنا. مشيت للمغرب ديت معايا الملف الصحي ديالها مشينا للمغرب
شاءت الأقدار ملأمني دي أمانتو في وقت قبل من اللي كنا منتظرينه. احنا مشينا المغرب في شهر ماي جوان في هاد أواخر ماي جوان، والوالدة توفت في 27 غشت 2012. من بعد مباشرة خديت هذوك المسائل، يعني هذاك الدوسي ميديكال ديالها، مشيت للمسائل المصالح المسؤولة، مشيت دفعت داك الدوسي ديالها، قبلوا لنا الدوسي، إيلون بخي، قالوا لنا فوالا غادي ندير واحد البحث ديال الدوسي، واحد ليتيود دو دوسي، وغادي نردوا عليكم. من بعد قالوا لنا ودي الدوسي ديالكم راه مقبول، ولكن راه خاصكم لو كونت روندو ديال الميدسا. وحنا يا لو كونت روندو ديال الميدسا كنا درناه في كان في الملف، في الملف. يعني ما فهمتش هذيك الساعه هذيك علاش طلبوا لنا، قلنا معليش ماشي مشكل، وطلبوا لنا لو غوسي ديال البايمون، يعني الكونت روندو راه عندنا هنا في الدوسي، من بعد غادي نديروه في باش يشوفوه الناس. يعني هادو وهادو كاع لي فاكتور اللي خلصناهم. يعني كلشي حتى هما كاينين في الدوسي. طلبوا لنا هاد الورقتين هادو، واخا كانوا في الدوسي الاول اللي دفعته انا بيدي، زدتي ديتيهم من جديد. زدنا، طلبنا من لوبيتال هنايا، في لوبيتال ايديت كافيل هنايا في بروكسل. مشيت عندهم وقلت لهم، قالوا يا ربي داك الشيء عطيناه لك قبل. قلت لهم معليش غير عاودوا عطيوه مني، يعني عطاونا داك الشيء من جديد، ودخلتوا الوثائق اللي طلبوهم من جديد. الوثائق اللي طلبوهم من جديد قالوا لنا اوكي. هذه وقيله هي الوثيقه اللي شديتوها الاخرانيه، هذه هي الوثيقه اللي صيفطوها لنا. قالوا لي ودي راه ناقصك ميتويال جينيرال دو ليدوكاسيون ناسيونال 21 ري حلب في كازابلانكا. كازابلانكا. قالوا لي ودي كيفاش كتشوف هنا السنتن راه وي نو زافون لو ريغري دو نو با بوفوار دوني سويت فافورابل ا فوتر دوموند داكور دو رومبورسمون سيتي ان ريفيرونس بور لي موتيف سويفون: fournir le compte rendu de l'hospitalisation plus la facture acquittée ou le reçu de paiement. يعني هاد الوثائق فقط اللي طلبوا لكم واحد الرابور ديال الطبيب، وطلبوا لكم الفاكتور ديال سميتو. هاد لي دو دوكيمون درتوهم عاود من جديد ودخلتوهم من جديد. درناهم من جديد. واحد القضيه انا اللي ما يعني بغيت نفهمها، يعني هناك يقول لك ما نقدرش نعطيو السويت للدوسي ديالكم باسكو ناقصنا هاد، يعني هما قبلوا الدوسي ولكن غادي يوقفوا لا سويت ديالو بسبب ديال هاد الوثيقتين. نعم. يعني وهما كانوا موجودين في الملف، يعني هما كانوا موجودين. يعني انا بغيت نعرف، يعني الى وفي الاخر يعني ما عطيناهم هاد الورق هادو كاملين، صدق قال لك لا شنو كاين، راه الدوسي ديالكم ريفوزي. بوركوا؟ قال لك راك درتو الروطار باش تدفعوه. درتو يعني ما احترمتوش داك الوقت ديال باش تدفع الدوسي ديال لو دوسي باش تدخل. من بعد ردينا عليهم اسيدي، قلنا لهم اودي راه حنايا اللي في الخارج عندنا الجاليه المغربيه عندي دا موا، عندنا ديلي تاع اموا اون بلوس اون بلوس باش وهذا الشيء عارفينه هما، هذا الشيء عارفينه هما. يعني هما كيدخلونا في واحد المتاهه اللي ما كيقلبوا باش يلقاو العذر باش ما يقبلوش لو رومبورسمون. من بعد شنو صرا؟ يعني حنايا شنو درنا؟ اتصلنا بهم، قال لك اوكي داكور، واخا سيدي غادي نتبعوا ليتيود ديال الدوسي ديالكم. من بعد قالوا لنا ودي هذا الدوسي ديالكم عند وقف اخر مرحله، باقيه غير واحد الطبيبه غتسني عليه صافي وغنعطيوكم لو رومبورسمون. قلنا اوكي. هادشي فاش من سنه هادشي؟ هادشي لان دابا راه من 2012 وانتم كتجريو. 2012 وحنا كنجريو. يعني 4 سنين وانتم دابا كتجريو. 2015 وحنايا هاد الطبيبه هادي، يعني في 2015 2016 عاد باش وصل عندها الدوسي. وفي اخر يعني في اخر المطاف قال لا كوم كوا، يعني الطبيب ما الى غوفيزي الدوسي، رفضات الدوسي، ما بغاتش تسني، ما بغاتش تسني. عطاونا المبرر، العذر ديالها ما كاينش، العذر ما كاينش، وما قادرينش حنا نوصلوا لاي شي واحد في هذاك. شكون اللي مكلف شخصيا بالدوسي؟ ما عارفينش شكون اللي، وسي فري راه ما مكتوبش حتى هنايا عند من كنحاولوا نبحثوا شكون هذا اللي ما بغاش يعني ياكسبت. نعم. لنا الدوسي ما شي كيصيفطنا عند شي. هذه وثيقه نوريوها للكاميرا ربما. هذه وثيقه، هذه فعلا ما فيهاش السميه ديال لا بيرسون دو كونتاكت، ما كاينش مع من غادي تناقش، مع من غتهضر، وما كاينش حتى التاريخ.
يعني حتى الا بغينا نعرفوا امتى تصيفطت هاد الوثيقه هذه ما نقدروش نعرفوها لان ما كاينش تاريخ مكتوب غير سيرفيس كونترول ميديكال. يعني واحد في هذا الزمان هذا باقي الناس ما كيديروش لا سميه لا تاريخ، يعني غريبه. وهاد الورقه شديتوها في 2015 وكيفاش شديتوها؟ هذه بالفاكس صيفطوها لنا باغ بوست باغ بوست وعندك لا بروف ديال البوست، عندك داك الغلاف ديال البوست. هذيك دابا هما كيترسلوا مع الوالد اللي عايش في المغرب، عند الوالد كاين هذا الشيء لان خصك تخبى على ان فيها لا دات لان انا دابا ما عندك لا تاريخ لا ولا يقدر يقولوا لك هذه صيفطناها لك في 2010 ولا يقول لك يلاه صيفطناها لك البارح، حتى واحد ما يقدر سميتو. ايوا وف 2016 في شهر فيفري يعني عينا دابا كاع المسائل اللي ممكن الدار درناها. شنو كان يعني اخر يعني اخر حاجه درناها هي ان تراسلنا مع المينيستر دي زافير دي زاترونجي هنايا وصيفطنا لهم اون لتر مشتها كنحاولوا هذه الرساله حتى هي اللي غادي نديروها من بعد في لا فيديو حتى هي كانوا بانكم تراسلتوا مع وزاره الخارجيه. وعلاش ما تراسلتوش مع وزاره الجاليه؟ احنا ما نكذب عليك مؤسسه الحسن الثاني هادو للتضامن هادو كلهم هما اللي تقريبا مكلفين بهذا الشيء هذا كيتعاونوا. احنا ما مجلس الجاليه ما نكذبش عليك احنا موالفين هنا كنمشيو نخدموا شي ورقه ولا عندنا شي مشكل ولا يعني كيتحل مباشره. ما عنديش انا ما عنديش حنكه ولا عندي ما كنعرفش اصلا مين وكيفاش عندي حق ديالي باغي ناخذو نورمالمون يعني ما خصنيش نبقى نجري انا على هذه المسائل. يعني هذه مساله عاديه. السيده كانت في التعليم كانت معلمة هي ولا اكثر في التعليم 17 عام ولا اكثر دائما يعني المسائل ديالها قانونيه ثابته يعني الى غايه 2012 يعني في الشهر هنايا عندنا في 17 شهر 10 في شهر 12 عندنا باللي كانت يعني اون اوردر يعني المسائل ديالها الخيرات ديالها الخيرات ديالها في المسائل ديالها كيوقع لها مشكل داكشي ترافيس من فيفري الغشت. غادي نعطيو بعدا السميه ديالها قبل ما ننساو، هي سميتها الله يرحمها بعدا الله يرحمها الخوتي توريا الخاوي توريا الخاوي توريا توريا. والرقم ديال الملف ديالها في لاكنوبس هو 194 733 24 يعني 194 733 24 هذا هو رقم الملف ديالها دونك الخاوي توريا توريا فوالا. اوكي نخليك تكمل. يعني 17 عام ديال الخيرات وهذا ما فهمتش يعني الواحد يعني دائما مواظب في الخدمه ديالو الشهاده يعني شهاده الناس يعني انسانه كانت طيبه انسانه كريمه انسانه اللي شهد بها كلشي الجامع انها كانت يعني في ونعم المعلمه والام كانت بمثابه التلاميذ ديالها. يعني الحقيقه انا ماشي انا اللي كنشهد هذا الشيء راه شهاده الجامع. والواحد كيدير الخدمه ديالو كيأدي الواجب ديالو الوطني وكيوقع لك مشكل ما بين فبراير الغشت في ظرف يعني اشهر يعني عديده يعني متعدده يعني ما ما ما, ما فهمتش يعني الواحد يوقع لك مشكل ونخليوك صافي نسمحوا فيك ولا باسكو يعني حنايا من حنا هنا في يعني في الغربه ويعني ما سايرنا يعني ما عندناش واحد المواظبه يعني مباشره معاهم ولا ما فهمتش. ما بغيت نعرف انا علاش هاد الدوسي هذا يعني تم يعني تمحى. هو كان ما وقيله كان في 2014 كان شي مشكل في لاكنوبس كان شي تقريبا شي 466 ولا 644 ملف شبح مزور كانوا دخلوهم وكان تقريبا يعني واحد سرقه ديال شي تقريبا 583 مليون وشي حاجه. كان هذا الشيء في 2014 وكان ضجه في المغرب والاعلام هضر على هذا الشيء هذا ويعني المؤسسات الاعلاميه والجرائد الى غير ذلك. ثم ملي جا هذا الوزير التشغيل والشؤون الاجتماعيه دابا في 2016 عاود دار شويه ديال صلح داك الصندوق الى غير ذلك. ولكن ما نعرف دابا الامور كيفاش غاديه عندهم صراحه ما جبناش الاخبار كيفاش غاديه الامور عندهم واش تصلحات واش غاديين مزيان دابا واش كاين السرعه في الملفات في سميتو ولا ما كايناش ما عرفنا شي صراحه. دابا حنايا انا اللي بغيت نعرف يعني هاد المشكل هذا شكون هو المسؤول؟ يعني لحد الساعة من 2010 لدابا ما كاين حتى شي واحد من 2012 حتى 2016 نعم
ما عنديش الاسم ولا ديال الشخص ولا ديال هذا يعني ديال شكون اللي مكلف بهذا الدوسي. نعم. علاش هذا الدوسي هذا ما تاكسبتاش؟ وكان كان مقبول. الوغ الوغ يعني فاش تشد عليا الدوسي وتقول لي راه ما نقدرش ندير واحد لا سويت ديال الدوسي ديالك باسكو ناقصينك جوج ديال الورق. ها شنو هي ها شنو هي؟ نعم بالنسبه ليا يعني الا عطيتك هذوك هذوك الوثيقتين اللي ناقصينك. نعم. انت بحال كتقول لي الدوسي ديالك راه اون اورد. نعم. ولكن خصك غير واحد الوثيقتين. انا نصيفط لك هذوك الوثيقتين ومن بعد لا لا نو راه كاين مشكل اخر. ودابا ما فهمتش واش كاين هذا المشكل ولا ما كاينش. لا لا اوكي داكور معليش واخا درت غوطاق تاع دو سيمين نتوما الجاليه عندكم الحق في شهر. اوكي غادي نفوتوا الدوسي ديالكم من بعد نفوتوا الدوسي ديالكم. لا لا راه عند واحد الطبيبه وهذيك الطبيبه راه باقي غير هذيك الطبيبه تسني وغنعطيكم. كيفاش كتواصلوا معاهم في التليفون؟ في التليفون في الرقم ديالهم كيجاوبوا لك هما في التليفون وكل واحد وكل مره شكون كيجاوبك ما تعرفش شكون اللي غيجاوبك. وعندك شي واحد في المغرب اللي كيجري على هذا الميت؟ الوالد ديالي هو اللي كي الوالد ديالي مسكين يعني هو اللي يطول في عمره. هو كيفاش كيحس كيفاش كيشوف هذا المشكل هذا وكيفاش كيعيش هو يعني حنا كيفاش كما نقولوا يعني متاسف وعيا هو يعني عيا معاهم عيا يترسل معاهم ديما يمشي ويجي ديما كيمشي ويجي ديما في اتصالات معاهم يعني الله الغالب الله يعني شنو غايدير ما قلت لك ما عارفينش حتى مع من غنتحاوروا ما عارفينش حتى مع من غنتكلموا شخصيا ما فهمتش انا السيد فقد الزوجه ديالو وباقي عاد يجري سنين مورا هذاك الواقعه يعني عاد باقي عاد علاش باش يجري مور الحق ديالو يعني انا بالنسبه لي يعني هذا الشيء ماشي معقول. ربما هما كيشوفوا السيده توفات كيقول لك ربما الناس على برا لاباس عليهم غادي ينساو هذا الشيء هذا ممكن. نعم. ممكن وعلى هذا راه ماشي نعم بعيد. نعم وما ما جات لكمش الفكره انكم تونجاجيو محامي تما في المغرب؟ جاتنا الفكره نونجاجيو المحامي ولكن يعني المحامي خصو مصاريف. نعم. وحنايا يعني شنو غادي حنايا كنجريو باش نردوا حقنا عاد نزيدوا يعني وما عارفينش اصلا شكون دابا ما عارفينش مع من عندنا المشكل. هذا هو هذا هو الشيء اللي كاين يعني ما بالنسبه لي احنا قلنا فكرنا في هذه الفكره ديال المحامي ولكن يعني ما شاء الله. المهم كما كتلاحظوا كما كتشوفوا دونك الاخ يعني رغم ان الدور ديال الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعية له يعني كما كيقولوا الحكمة في الصندوق عنده الحكمة كيقولوا في الصندوق وكاين واحد المادة ديال 82 في القانون ديال 65.00 هو اللي كيسير هذا الصندوق هذا وما بين ما بين يعني الاشغال اللي كيقوم بها الصندوق او مثلا سميتو كيدير هذا الشيء اللي كاين هو انه كي مثلا الاطلاع بالتنسيق مع الجمعيات التعاضديه كيدير تسجيل الاشخاص يعني المنخرطين الجدد اللي بغاو يتقيدوا وكيدير تامين وتحصيل اشتراكات الماجورين الى غير ذلك ثم كيقوم بهذا الشيء ديال الخدمه انه يرد كل ما يتعلق بسميتو كل ما يتعلق ب بهذا الشيء اللي كتهضر عليه دابا انت الناس اللي مرضوا يعني ومشوا للسبيطار وخصهم يردوا لهم الفلوس الى غير ذلك فدرت واحد الجوله شويه في الشبكات العنكبوتيه وكنلقى بانه يعني صراحه كاين شي اشكال لان بزاف ديال الناس كيتشكاو فوالا دونك غادي نديروا فاصل قصير ديال واحد 3 دقائق ولا 4 ديال الدقائق ثم غادي نرجعوا ان شاء الله للنقاش ان شاء الله دونك فاصل قصير مستمعي الكرام ثم غادي نرجعوا لكم باش نكملوا هذا النقاش حول هذه القضيه ديال لاكنوبس وهذه السيده اللي توفات وباقي كنتسناو رزقها تاخذوا.
إخواني أخواتي، غادي نرجع لكم من بعد ما درنا هاد الفاصل يعني القصير، ثم غادي ناخذ واحد المكالمة من المغرب، غادي نشوفوا شكون معنا في الخط. ألو ويا لو، السلام عليكم. شكون معنا النعمات؟ شكون معنا في التليفون؟ معكم علوي محمد. عمري محمد. آه عمري محمد، أيوة تفضل. أنت هو الزوج ديال، أنت هو الزوج ديال المرحومة ديال ياسر اللي معنا في البلاطو. نعم نعم تفضل. العمس تفضل كنسمعوك. تفضل تفضل كنسمعوك. تفضل. غريب غريب. وشكون تعرف السميه ديال السيده والسيده اللي مكلفه بالملف في لاكنوبس؟ قلت لك واش تعرف السميه ديال السيده او السيد اللي مكلف بالملف في لاكنوبس؟ اسميتو العدياني. العدناني. العدناني. العدناني هو اللي كان مكلف بالدوسي، يعني هذا السيد هذا اللي كان مكلف بالدوسي ديالكم من 2012. نعم. وعمر شي واحد استقبلك تما، شي موظف استقبلك داخل شي مكتب باش يناقش معك هذا الامر هذا؟ ولكن كتصل غير بالتليفون يعني. نعم. عندهم ذاك يعني غير باش نفهموا مزيان، غير باش نفهموا مزيان، انت عندك ملف اداري وكتسنى باش تاخذ جواب في هذا الملف هذا، وما استقبلك حتى شي واحد. نعم. لو كذا
نعم نعم، هو الملف كيقولوا بانه مقبول او غير مقبول، ولكن ما توصلتيش بحتى شي وثيقه كتبت البوزيتيف ولا النيجاتيف، واش جاوبك يعني ايجابيا او سلبيا، ما توصلتي بحتى شي حاجه. يعني غريب. نعم نعم، الامر غريب جدا. نعم نعم غريب جدا، الامر غريب جدا، لانه لابد توصل بواحد واحد البريه ولا اللي غتقول لك اودي راك. نعم. واش استاذي، واش حتى انتم مشاركين في التعاضديه، مشاركين كمنخرط؟ يعني واش باقي عندك شويه الامال انت شي نهار الله يحفظك الى مرضتي غادي يعطيوك شي حاجه هاد الناس هادو ولا والو؟ نعم نعم نعم. نعم نعم. ومع عمرك مشيتي مع عمركم فكرتوا انكم تشدوا محامي يدافع عليكم على هذه القضيه هذه، بما انه كاين تاخر كبير؟ نعم نعم. امين. نعم 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 نعم. كنتمناو ان شي واحد من لاكنوبس يكون وصلوا هذا الميساج هذا، وهذا الرساله اللي اليوم كنوجهوها للصندوق الوطني نعم. كن على يقين ان هناك ملفات اخرى في نفس الاتجاه وخديناهم، وكاين الناس اللي خدموا حتى في الامن الوطني الى غير ذلك، يعني بلا ما نذكروا الملفات اليوم هنايا، للناس كتشكى بلاك نوبس، يعني وكاين تقريبا نفس 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 الطريقه في التعامل مع الملفات، ونفس الطريقه كيقولوا بلي ان الملف مقبول، ومن بعد الناس ما كيتوصلوا بتا شي حاجه. اذا فين مشات هاد الفلوس هذه؟ يعني كاين تساؤلات. نعم لا لا لا، ضروري ضروري يدخلك الشك. نعم نعم نعم. نعم. نعم 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 نعم
و من نعم. 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 باش جمعتوهم وباش تسلفتوهم وباش باش توصلوا. نعم 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 نعم. سي الحاج شكرا على المكالمه الهاتفيه، وكنتمنوا ان شاء الله هاد الملف ديالك يعيدوا يعاودوا يشوفوا الملف ويراجعوه ويتواصلوا معك، باش لان كما قلتي قضيه كدير شويه ديال الشك، لان غريبه جدا ان الملف مقبول. نعم نعم. نعم نعم، وهذا حقك. نعم حقك، من حقك انك تطلب حقك. نعم بارك الله فيك سيدي، شكرا. الله يوفق ان شاء الله، نتمنى وان شاء الله هذا الملف يتحل باذن الله تعالى. شكرا شكرا. احنا كنتمناو يعني من برنامج الوسيط ومن قناه يعني كنقولوا هذا النداء هذا، حتى كاين يعني الوسيط المملكه المغربيه الى وصلته الخبر بان هذا الملف موجود، انه يفتح فيه تحقيق، لانه الملفات اللي هي ما يعني ما عندهاش علاقه بالمحاكم، وسيط المملكه المغربيه عنده الحق انه يفتحها وعنده الحق انه يبحث فيها باش يعني يشوف من حال هاد الناس هادو. حنا من هذا البرنامج غادي نرسلوا الوسيط وغادي نصيفطوا له واحد النسخه من الملف، وغادي نشوفوا غادي نتسناو منه الجواب على هذا الملف هذا اللي هو ملف غريب شويه. كما تسمع الاخ ياسير هذا الوالد ديالك، يعني الصوت ديالو كيبان شويه يعني مأثر بالصوت، انسان يعني كيعاني عيا مسكينه، عيا ما يدق ويرجع ويدق ويرجع في الاخر، يعني سبحان الله. يعني هذه الامور هذه خصها تصلح وخصها تكفى. وكما قلت لك دابا حنا غادي نرسلوا من الناحيه ديالي، انا غادي نصيفط واحد النسخه ديال الملف غادي نصيفطها للوسيط، والوسيط اصلا كيجاوب يعني غادي يتوصل وغادي يصيفط لنا بانه توصل. هذه يعني كنعرفوا عليهم هذه الطريقه هذه، يعني انهم كيخدموا في هذا سميتو في المكتب ديالو، والناس اللي كيشتغلوا معاه ملي كيتوصلوا بشكايه كيرجعوا كيقولوا باننا توصلنا بشكايه وكيتابعوا فعلا الملف. يعني غادي دار تحقيق هذا اكيد من هذا الجانب هذا باش نبحثوا في هذا الملف هذا، وإلا كان الملف يعني كما قلتي مقبول وموثق، يعني انه موثق عندك بانه الملف قبل، لان فيه كاينه وثائق رسميه ديال لاكنوبس اللي كتقول بان الملف مقبول، فهمتي؟ ويعني ما رجعتش من بعد تقول بان هذا الملف هذا راه ما مقبولش، ما قالتش. بغض النظر على هذه الوثائق الرسميه اللي عندنا باللي مقبول، هنا يعني ما يمكنش ما نقبلوش هذا الدوسي. نعم. بالنسبه لي انا يعني ما كاينش شي حاجه اللي تخلي ان الواحد ما يقبلش هذا الدوسي. نعم. يعني كيفاش كتقبل واحد الدوسي يعني باسكو دارت واحد لانترفونسيون في المغرب، ولا شي واحد كان منخرط داير لانترفونسيون في المغرب ديال بحال هما ديال 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا 3000 درهم، يعني ما لقاوش معاه مشكل غيرومبورسو لحقاش لاسوم صغيره، هنا باسكو لاسوم كبيره. يمكن باسكو لا سوم كبيره، لا ولكن حتى في المغرب ملي كيكونوا دي سوم كبارين وكيكون واحد دار عمليه جراحيه يعني كبيره، يعني راه خصهم يعوضوا. يعني الواحد راه كيطالب كما قال الوالد. نعم. غير بحقه. نعم. ما كنطالبوش شي حاجه من غير بالحق ديالنا. نعم. نعم. والملف متكامل، يعني الملف متكامل. نعم. السيده الله يرحمها من خارطه، يعني السيده عانات مع المرض. نعم. بواحد الشكل يعني اللي ما نتمناوه لاي واحد. نعم. يعني الانسان ما كانت تعاني وتعاني وتعاني وتوفات ومن الامانه خدا امانته، يعني يعني اقل حاجه نقدروا نطلبوها يعني هي الحق ديالنا. نعم. هذا الشيء اللي كنطلبوه، يعني ماشي شي حاجه اخرى.
هي انا كما قلت لك قبل ما نبدا البرنامج طلعت شويه على الشبكات العنكبوتيه ولا داكشي اللي كيدور في لي بلوغ وداكشي ولقيت واحد العدد ديال الناس فعلا كيتشكاو وكيقولوا بانهم حتى هما نفس القضيه ودفعوا ملفات الى غير ذلك. ثم حنا توصلنا ايضا ملفات تقريبا يعني هذا الشيء كاين بزاف ماشي غير ان كا ولا دو ولا تخوا يعني هذا نعم. ما يزيد غي يعني ياكد المصداقيه نعم. ديال الملف نعم. وكاين مظاهرات كيديروهم الناس دابا وراه غادي نشوفوا هذا الشيء في لا فيديو غادي نشوفوا بعض الصور اللي هما موجوده على اليوتيوب الى غير ذلك ديال بعض الناس اللي كيجيو مثلا كيتسناو 3 سوايع او 4 سوايع باش يدخلوا وما كاينش يعني كاين واحد ديزوردر كبير في القضية ديال لاكنوبس. فعلا الوزير الجديد قام بالواجب ديالو يعني حاول يدير الخدمه ديالو ولكن حنا ما عارفينش دابا في هذه الساعه ما عارفينش واش الامور تصلحت او الامور يعني باقي غاديه في سميتو في نفس الاتجاه القديم. فاش غادي نقول لك سي ياسر كنتمناو ان الصوت ديالك اليوم يتسمع كنتمناو ان الشكايه ديالك توصل المؤسسات ديال وزاره الجاليه لان غنصيفطوا لها ووصيه المملكه المغربيه لان غادي نصيفطوا له الملف ديالك كنتمناو انهم توصلهم هذه الشكايه هذه ويدرسوا هذا الملف هذا ويحاولوا يلقاو له حلول اذا كانت هذه الحلول يعني قانونيه سد الحق يتعطى. ثم كنشكروك على الصبر ديالك والصبر ديال الوالد ديالك حتى هو اللي كيتسنى مسكين وصبور الى غير ذلك وكنتمناو التوفيق ان شاء الله. كلمه اخيره ان شاء الله تفضل. كلمه اخيره يعني انا كنشكركم اولا على هذا يعني الفرصه هذه اللي يعني عطيتوها لنا باش نوصلوا هذه الشكايه ديالنا والله يجازيكم بخير ونتمنى ان شاء الله يعني هاد الشكايه هذه توصل للمسؤولين المعنيين بالامر وتكون واحد النتيجه ان شاء الله ايجابيه لان عينا وحنا كما قلنا كنطالبوا غير بالحق ديالنا وان شاء الله تكون واحد النتيجه اللي ان شاء الله. اخواني اخواتي المشاهدين الكرام كما كتشوفوا يعني ملف واضح ما فيش يعني بالوثائق ديالو الى غير ذلك. كنتمناو انه في القريب العاجل يتخذ فيه قرار ويتشاف يعني ويطلعوا عليه المسؤولين حتى تفك هذه القضيه هذه. وكنخليوكم في هذه الحلقه هذه ونلتقي بكم في الحلقه المقبله من حلقات الوسيط. شكرا.